يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لطالب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشبهات، وأصبح لأهل الباطل منابر ينشرون من خلالها شبههم وأباطيلهم؟ من هنا يتأكد طلب العلم إذا كثرت الفتن والشبهات، فيتأكد على المسلم أن يطلب العلم من أجل أن يسلم من تأثير هذه الفتن وهذه الشبهات، وأن يبين للناس ويرد على الناس. فهذا مما يؤكد على المسلمين طلب العلم للخروج من هذه الفتن. نعم.